قلت له على عيني وراسي بتقولوه، لكن الحكم سياسيا في هذا البلد في العالم ديفاستيتنج مهما كانت حتى لو خدت قبيلة. قلت له مش متأكد اللي بتقولوه ده كان في ذهنه، لكن على حال في الصباح عندنا بس القضاء لا يقبل، يعني القضاء كله لا يقبل أن تقترب منه بنوايا إصلاح، ويرى أنه ولا الإعلام بيقبل حيقبل. لا ليه معلش معلش عاوز لك حاجة، أنا بقول قضائية في الصباح وفضائية بالليل، وهي نقطة واحدة الفرق بين الاثنين. فضائية بالليل كل الناس بالليل ما زعليش، لكن أنا بلاقي الدولة كلها موجودة في الفضائيات. ما هو ده توسع لوجود فراغ، غياب برلمان، برلمان وسياسة وفاعلين. لكن أنا هل يعقل ورقابة. هل يعقل أن نفتح الفضائيات ألاقي الدولة كلها الفضائيات أو الإعلام حل محل الوزارة وحل محل البرلمان وحل محل الرأي العام؟ أنا ما عاوزه يحل محل الرأي العام، عاوزه ينوب عن الرأي العام في المحاسبة، لكن بقى هو السلطة قريبا هو لغياب الآخرين. أنا موافقك موافق، وإذاك أنا ما بقولكيش لا بتعمليش ده، لكن بقولك أنه أول حاجة الديسك الديسلوكيشن هذا الخلل الموجود في ظهر المجتمع على الجيل الديسك ده، هم يرجعوا لأماكنهم عشان احنا كمان نرجع كل مكاننا. كل المؤسسات مؤسسة الأمن محتاجة انها ترجع مكانها. انت بتتكلمي في مؤسسات كتير جدا لابد ان انا مش عارف ازاي هتحصل، لكن كل المؤسسات في الفترة الماضية وفي فترة النوم بتاعت الرئيس مبارك وفي فترة الفضاء والخلاء اللي بعد 25 يناير الفوضى العاربة دي كلها، كل المؤسسات في البلد، كل المؤسسات مش بس الحكومة كلها خرجت عن حدود وظائفها، كلها أصيبت بديسك. البلد بتعرق يا إخوانا، ما بتقدرش تمشي. مش انت عارف حد عنده ديسك واحد ما يقدرش يمشي فقرة. انت عندك كل فقره مخلوعه من مكانها، ازاي بس قولوا لي ازاي نعمل لها عمليه غرف باذن الله.